ايضا سؤالي لحضرتك، يعني اللي بينتحر بينتحر ليه؟ اللي بينتحر بينتحر في فرق، خلينا نأكد، مش كل منتحر يبقى مريض نفسي او مصاب بالاكتئاب، ومش كل مريض نفسي هيبقى منتحر. الناس فاهمه غلط، في ناس بتنتحر لما بتقابل طيب مشاكل في الحياة وعي او طرق حل المشكلة، ودول لازم نوعيهم طول الوقت يتعاملوا ازاي، يحلوا مشاكلهم، يتعاملوا مع مشاكلهم ازاي، سواء مشاكل اقتصادية، سواء مشاكل في عاطفية، سواء مشاكل في العمل، يتعاملوا معاها ازاي، لان هم بيوصلوا لمرحلة خلاص ان دوت الانتحار بالنسبة لهم يبقى حل. دول بيبقوا محتاجين اكتر توعية، ومحتاجين حد يسمعهم، ومحتاجين يتعلموا مشاكل يحلوها. غير كده في مريض الاكتئاب اللي هو بيصل لمرحلة من المراحل بيبقى عرض من أعراضه الأفكار الانتحارية، ثم الأفكار تتحول إلى محاولات انتحارية. دوت مختلف، الاكتئاب ده بيبقى اكتئاب بيولوجي، يعني اكتئاب عضوي نتيجة خلل في كيمياء المخ، مواد معينة بيحصل فيها خلل في كيمياء المخ بتخلي الشخص مزاجه حزين، بتخلي الشخص رافض الرغبة في الحياة. ودوت مش شرط يكون عنده مشاكل، لازم نركز في النقطة دي. المكتئب ما بيبقاش عنده مشاكل يا جماعة، ممكن المكتئب العضوي دوت البيولوجيكال ده ممكن يكون حياته باينة نعم انها كويسة جدا، ما فيش أي مشاكل، على عكس الشخص الذي يقبل على الانتحار لحل مشاكله. لازم نفرق ما بين الاثنين، في واحد بيبقى محتاج علاج دوائي وعلاج سلوكي، وممكن تصل لجلسات تنظيم ايقاع المخ اللي هو الاي سي تي، يا اما التاني بيبقى محتاج يتعلم ازاي يحل مشاكل، او يتعلم يفضفض، طيب يتكلم مع حد. فضفضه، طيب الفضفضه مهمه جدا، اللي هي حتى الفنتليشن او الموتيفيشن، او ان انا احفزه ان انا تحفيز، نعم الفضفضة أو التحفيز. طيب